السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ الناس اللي ماشيين على دايت الفيديو ده يلزمكم، والناس اللي مش ماشيين على دايت الفيديو ده يلزمكم. اللي عندهم ضغط لا قدر الله الفيديو ده يلزمهم، واللي ما عندهمش ضغط معانا، والاطفال والبنات الصغيرين معانا، والكبار في السن معانا النهارده ان شاء الله في الفيديو بتاع النهارده، وهتسمعوه من اوله لاخره، هتستفيدوا منه من اول كلمه لاخر كلمه. هحاول اختصر لكم في الفيديو بقدر الامكان. طبعا الناس اللي ماشيين على نظام غذائي معين بيتعبوا جدا لغايه ما يوصلوا من النظام الغذائي اللي هم ماشيين عليه، بيقل معاهم حجم المعده، فبالتالي التعليمات اللي هقولكم عليها هتمشوا عليها بحذافيرها، وهتسمعوا الكلام علشان انتم خايفين على مجهودكم. علشان كده انا هقولكم بلاش يوم الفري يكون يوم الاثنين، خلوه ليوم الجمعة. ليه؟ لسببين. اول سبب، مش عايزين نطب في النص، يعني واحنا ماشيين كده في طريقنا رايحين ليوم الفري اللي هو يوم الجمعة، مش عاوزين حاجة في النص تعطل، فخلينا يوم الجمعة اللي هو يوم الفري. طبعا الكلام ده للناس اللي عاملين دايت، اللي مش عاملين دايت براحتكم، عايزين تاكلوا في اي يوم براحتكم، لكن في تعليمات لازم تتبعوها علشان خاطر تقللوا من المخاطر الهائلة اللي ممكن تحصل، والكوارث اللي ممكن تحصل من اكل الفسيخ او الرنجة، سواء كانت المشاكل دي ظاهرة لا قدر الله، في ناس بيجي لها تسمم بتروح مستشفى الحميات تاخد حقنة البيتوليزم، طبعا انا مش بتكلم على كده، لكن في مشاكل غير ظاهرة خالص. طبعا بيعرفها دكاترة البطنة، لان بيروح لهم حالات كتير بسبب مشاكل الفسيخ والرنجة وزيادة نسبة الصوديوم، فاحنا عايزين نوعيكم علشان نقلل المشاكل دي قبل حدوثها. اول حاجة هتعملوها ايه؟ هتجيبوا الفسيخ او الرنجة وتحطوها، هتشيلوها من التلاجة من تحت، هتحطوها في الفريزر لمدة يومين، يعني قبلها ب 48 ساعة. ليه؟ لان ده بيقضي على حوالي 50% من البكتيريا والميكروبات اللي موجودة في الفسيخ او الرنجة بعملية التجميد. يبقى ده اول حاجة. تاني حاجة، يوم ما ناكل الفسيخ او الرنجة خلاص شلناها على بيات بقى من الفريزر ونزلناها تحت في التلاجة، وهنبتدي ناكلها النهاردة، هنعمل ايه؟ هنمسك الرنجة والفسيخ ونحمره كده على بشويه زيت بسيطين، مسح زيت كده على النار، وهنحمر الفسيخ او الرنجه. يبقى ده تاني حاجه. تالت حاجه، كميه ليمون هائله، عايزاكم تكتروا من الليمون في اليوم ده. هقولكم بقى تحطوا الليمون فين وفين وفين، يعني هتغرقوا في الليمون النهارده، يعني في اليوم ده، تمام؟ يبقى هنغرق الفسيخ او الرنجة كده ليمون. اولا هقولكم على الترتيب اللي هتعملوه على بيات، يعني علشان ما نقفزش كده في اخر اليوم ونلاقي نفسنا نسينا نعمل ايه على بيات. الحاجات اللي هتعملوها على بيات، طبعا احنا قلنا شرايح الليمون، هتجيبوا ليمون ثانية واحدة اهو كتير، هتجيبوا ليمون كتير كده، هتقسموه شرايح بالسكينة، وكل فرد له لترين مية عليهم ليمونتين، يعني كل لتر عليه ليمونة بما يعادل، ممكن بقى انتوا خمس افراد مثلا يبقى الاتنين في خمسة بعشرة لتر، عشرة حطوه في قارورة زي كده، شايفين القارورة دي؟ هتملوها بقى شرايح ليمون بقى وهيصوا، شوف بقى دي نصها تلات ارباعها على حسب ربنا يخلي عدد افراد الاسرة، تمام؟ ده اللي هيتعمل على بيات. ايه تاني هيتعمل على بيات؟ استنوا عليا، الكركديه. الكركديه تمام، هنحطه في مية على بيات وهنقعه من بالليل. ليه الكركديه؟ عايزين تاني يوم نشرب كركديه كتير جدا بما يعادل
3 كوبايات ميه في اليوم ده. ليه الكركديه؟ علشان يهدي معانا الضغط شويه، يهدي معانا الاملاح شويه، يهدي معانا شغل الصوديوم شويه. وما ادراك ما شغل الصوديوم؟ وانا هقول لكم بالمختصر المفيد الصوديوم ده بيعمل ايه. طب احنا ضغطنا مش عالي، هنشرب كركديه برضو؟ ايوه هو مش عالي، بس انت عندكم حاجات املاح كفيله ان هي تعلي الضغط، مش لازم يعلى، احنا عايزين نقاومها وعايزين نحاربها، تمام؟ يبقى هنشرب كركديه في اليوم ده، وبالاخص هو طبعا للجميع لكن بالاخص مرضى الضغط، تمام؟ كل ده هيحصل على ابيات. يبقى الفسيخ هيتعال قبلها بيومين في الفريزر، تاني حاجه شرايح الليمون، تالت حاجه الكركديه. تاني يوم الصبح بقى هنعمل ايه؟ شوفوا بقى وجبه الفري هتعملوها امتى، في الفطار ولا في الغداء؟ طبعا مش في العشاء خالص. يوم الفري مش يوم، هي ساعة زي ما تعودنا، هي ساعة واحدة بس. هتبقى في الفطار ولا في الغداء؟ اليوم اللي هناكل فيه رنجة او فسيخ مش هيكون فيه اي سناكس نهائيا، لا بين الفطار والغداء ولا بين الغداء والعشاء. يبقى بين الفطار والغداء 5 ساعات، بين الغداء والعشاء 5 ساعات، تمام؟ لو قلنا مثلا هي في وجبة الغداء، يبقى هناكل ايه في الفطار؟ طبق سلطة كبير هنحط فيه كل الحاجات اللي فيها بوتاسيوم ومضادات الأكسدة. الأنتي أوكسيدانت موجود في ايه؟ في البصل. يبقى طبق السلطة هيتضمن عندنا البصل الأخضر، هيتقطع مكعبات صغيرة بصل أخضر، والجرجير والخس والخيار والبقدونس، كل ما هو أخضر بقى حطه لي في الطبق ده. بس انا عاوزة طبق سلطة خضراء، مش عاوزة فيها اي طماطم خالص علشان خاطر الطماطم بتحتوي على املاح، واحنا مش عاوزين املاح، تمام؟ وعليها عصرة ليمونة، يبقى الليمون حطنا فين كمان؟ في السلطة، وقبل كده في المية، وقبل كده في الفسيخ. احنا كده تمام التمام. طيب عايزين نلون كده طبق السلطة يبقى شكله حلو، ممكن بقى جزر، فلفل الوان، تمام؟ طيب خلاص احنا كده قلنا السلطه في الـ3 وجبات كده نسبه انياف عاليه جدا، نسبه بوتاسيوم عاليه جدا اللي هي هتقاوم عندنا الصوديوم اللي هو في الملح بتاع الاكله. كارثتها في الملح، وكارثه الملح في ماده الصوديوم. هنحاربها بايه بقى؟ بالبوتاسيوم. البوتاسيوم اقوى منها وهتطردها بره خالص من الجسم، تمام؟ يبقى عندنا في الفطار سلطه، وفي الغداء وفي العشاء سلطه. وايه بقى في الفطار؟ بيضه مسلوقه او 2 على حسب وزننا. البيضه المسلوقه دي هنحط عليها بهارات بس مش ملح خالص. البهارات هتكون عباره عن براحتكم، فلفل اسمر، كمون، قاسي ولايت زي ما يحلو لكم. بيض او فول، 4 أو 5 معالق فول، عليهم معلقه صغيره زيت زيتون، وبرده عصره ليمونه والبهارات اللي انتوا حابينها، او جبنه قريش برده هنقطع عليها خضروات، او نجيب شويه من السلطه ونقلبهم كده على الجبنه وناكلها بالاضافه للسلطه برده كمان. وجبه الغداء هتكون عباره عن ايه؟ طبق السلطه الكبير جدا ده والفسيخ بس كده. حلوة، عايزين ايه كمان؟ طبعا الناس اللي مش عاملة دايت ممكن تضيف طحينة وين زي ما انتوا عاوزين بقى. وجبة العشاء هتكون عبارة عن ايه؟ هتكون عبارة عن طبق سلطة كبير وزبادي. طب العيش هنعمل ايه في العيش؟ العيش هو لكم رغيف واحد في اليوم كله. تلات ارباع الرغيف العيش البلدي، تلات ارباع هيكون في وجبة الغداء، والربع هيكون في وجبة الفطار بس كده خلاص، مفيش في العشاء. عايزين تاكلوا في العشاء عيش، هناخد ربع الرغيف في العشاء ويبقى ربع فطار وربع عشاء والنص في الغداء، تمام كده؟ بيس. ايه هي المشروبات السخنة اللي احنا ناكلها في اليوم، هنشربها في اليوم ده؟ هيبقى عندنا شاي اخضر ونعناع وشاي عادي وينسون، وطبعا الكركديه. طيب ايه فايده النعناع بقى؟ النعناع ده هيخفف التهابات القولون اللي ممكن تحصل بسبب الفسيخ او الرنجه،
ما اسمعش حد يقول انا هشرب حاجه ساقعه او مياه غازيه. ليه؟ لانها بتحتوي على صوديوم، صوديوم كماده حافظه كارثه، هتزود عندنا نسبه الصوديوم الموجوده في الوجبه اساسا، فبلاش خالص. ده احنا بنعمل طماطم، هنجيب حاجه مياه معدنيه مياه غازيه فيها صوديوم كمان؟ لا طبعا خالص. يبقى احنا عندنا ممكن بقى كوكتيل، عايزين تحلوا كوكتيل. الكوكتيل هتعملوه على بيات، هتقطعوه على بيات وحطوا فيه كل الفواكه اللي بتحتوي على بوتاسيوم. عندكم ايه بيحتوي على بوتاسيوم؟ البرتقال، هتعملوا البرتقال عصير كأس أبيز كده قاعدة، هتحط عليها الفواكه اللي هي اللي هتتعمل في الكوكتيل أو الفروت سلاد. هتحلوا بتمر، التمر بيحتوي على نسبة بوتاسيوم عالية جدا. بلاش سكر خالص، عايزين نحارب السكر بقى، احنا هنعمل له غزوة كده، غزو هنحارب، بس مش موضوعنا النهاردة. يبقى هنحلي بالتمر، تمام؟ وكده البرتقال، كده حاجتين عنصرين فيهم بوتاسيوم. كمان اللي فيه بوتاسيوم الكيوي، هنقطع كيوي، هنقطع اناناس بيحتوي على نسبة بوتاسيوم عالية جدا، والكانتالوب. التفاح، قطع التفاح الاخضر للناس اللي عاملين دايت، والتفاح الاحمر للناس اللي مش عاملين دايت. برضو التفاح الاحمر حلو جدا للناس اللي مش عاملين، للناس اللي عاملين دايت عادي ياكلوا تفاح احمر. ده الكوكتيل اللي هتحلوا بيه. بلاش بالله عليكم مياه غازيه، تمام كده؟ طبعا الناس المحبب ان هم ما ياكلوش فسيخ في اليوم ده ورنجة او اي حاجه حادقه عموما، يعني بوجه عام ممنوعين من الحوادق، هما الناس اللي ضغطهم عالي، والناس اللي عندهم مشاكل في الكلى لانه بيعمل احتباس في البول، بيعمل يورين ريتنشن فبيضر جدا بالكلى. الناس اللي مناعتهم ضعيفه ومش بيقدروا يقاوموا البكتيريا والامراض او الميكروبات اللي موجوده في الفسيخ، بلاش، لان في ماده اسمها كولستراليوم بروتينيوم، ده صعب جدا ان الجسم يقدر يقاومها بسهوله. فيعني احموا نفسكم انكم تتخلوا عن الوجبه دي، ملهاش اي لازمه. طبعا لا قدر الله لو في حد حصل تسمم لا قدر الله بسبب مثلا اكل فسيخ مش معموله كويس، الراجل ما عملهاش بضمير، يبقى هنتجه لاقرب مستشفى حميات عندنا علشان ناخد حقنه اسمها بيتولازم. بلاش مستشفى خاص، لان انا فاكره لما كنت شغاله في مخزن الامصار والطعوم الرئيسي في المديريه كانت بتيجي ب 73 الف جنيه حقنه البيتولازم، ب 73 الف جنيه. علشان كده هي في المستشفيات الحكوميه ببلاش مجاني، وطبعا باب الشر عن الجميع، ويا رب مفيش حد ابدا يتعرض لانه ياخد الحقنه دي. طبعا اضرار الفسيخ لانه بيحتوي على ماده كوليستراليوم بروتينيوم دي لا قدر الله لو موجوده او لو زادت بتعمل ايه؟ شلل في العضلات، ومن اضعف عضلتين بتتحكم فيهم جدا عضله الرئتين وعضله القلب، فبالتالي خلاص لو الرئتين والقلب حصل اي مشاكل في العضلات بتاعتهم الشخص. ليه بقول بوتاسيوم بوتاسيوم بوتاسيوم؟ البوتاسيوم ده عنصر زيه زي الصوديوم بالظبط، ولكنه اقوى منه، بيروح على الصوديوم كده بيطرده من الجسم خالص، بيخرجه مع البول، بيمنع مشاكل الصوديوم اللي هي طبعا الصوديوم بيزود الاس اي نود والاي في نود اللي في القلب اللي بيبعتوا اشارات للقلب عشان ينقبض وينبسط، بيشيله خالص، ومسؤول عن ان الضغط بيعلى بيشيله خالص. الحاجه الثانيه اللي الصوديوم بيعملها، بيعمل احتباس في البول، وده بيضر جدا الكلى ومشاكل الناس اللي هم عندهم مشاكل في الكلى. الصوديوم بيدخل في الخلايا بيكبر حجمها، واحنا اساسا بنعمل على تصغير حجم الخلايا، لما بنعمل جلسات بنصغر حجم الخلايا الدهنيه، لما بنمارس رياضة، لما بنعمل دايت، كل ده بيصور حجم الخلايا الدهنية. طيب لما تاكلوا حاجة فيها أملاح كتير وبعديها تشربوا مية كتير، لأن لازم نشرب مية كتير عشان نساعد على إخراج الأملاح،
بيروح يكبر حجم الخلايا. تمام. كمان في ناس بتحب تحتفل وياكلوا تورت وجاتوهات، يبقى كبرنا حجم الخلايا وزودنا كمان الخلايا الدهنيه. وبنيجي نبص نلاقي اخر اليوم الناس بتشتكي يقولوا احنا اتنفخنا جدا بسبب اليوم ده. فياريت تتبعوا التعليمات مظبوطه علشان خاطر ما نشتكيش اخر اليوم، وان شاء الله يمر بسلام. واتمنى لكم التوفيق، واتمنى الفيديو يكون عجبكم، والى اللقاء ان شاء الله في الفيديو الجاي بقى عن رمضان. وكل سنه وانتم طيبين، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.